الانبار بخير، الانبار تنعم بأزوار الطير، فسلام على هضبات العراق وشطي والترف والمنحنى، على هضبات العراق وشطيه والترف والمنحنى. أو ترى يا يونس محمود، أو ترى يا سفاح الكرة العراقية، لطالما قلت عليك، لطالما قلت عليك، أنت يوم ما كان العراق يعاني الجراح، يوم ما كان العراق يعاني الأمرين، وحتى العراق وابتسم العراق برأسيتك. وفقه الله دائما وابدا، وحضر معنا الاستاذ عماد تعنيت المشهد مطيع الشباب ورياضه الانبار، والاستاذ اكرم عبود بكتب تاكيد مدير ناحيه الحبانيه، والاستاذ عماد ياسين رئيس الاتحاد الفرعي في الانبار، والكابتن هادي صالح قمر مسؤول النشاط الرياضي في الحبانيه، واسطوره الكره العراقيه يونس محمود. يا سادة أجواء فوق العادة، يا سادة مباراة عالمية ومن طراز عملاق. حضر معنا مدير شركة النمر أبو عيسى، والله ماركات، والله رجال أعمال، والله لاعبين، والله أساطير حاضر اليوم في الكرة الأنبارية بكل طبع تأكيد. تحية يا يونس محمود، تحية يا سفاح الكرة العراقية، أسطورة الكرة العراقية. يا كرام يا كرام يا كرام.
25 وقت بكل التبع التأكيد بالتوفيق للفريقين. أكبر المواعيد العالمية، مئات 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 من الملايين خلف التلفاز قاعدين متسمرين منتظرين أقوى معمعة كروية بأرضية الميدان. نابولي وجه لوجه أمام كتيبة كل التبع التأكيد توتنهام كورة ملوبونيك من الكابتن كورة وسط الميدان اليوم ليلة أجمل كورة بالمعمورة يوضع أجمل كورة بالمعمورة كورة بتعود لونيك بتتبع التأكيد يقود المباراة اليوم الحكم الاتحادي النمبر وان على مستوى كرة الأنفار هو الأميز والأكثر حنكة الكابتن علي هادي أسد أكلتك الأسود وأما أن تكون رجل وإلا فلا الكرم لبانك ممكن تغير المكان أبعد عن الشارع غنيلة الانطلاق المرور التصوير لكن كورة خارج المستطيل الكرة بتعود وسط الميدان تصوير خارج الديار بكل طبع التكيكة هذه البداية لأحلى رواية كروية هناك الكرة من أمام خالد صور خليك مرتك تنور هذه الأجواء الخرافية يوم عالمي يا بوحي بوحي بكتب التأكيد مرشح لك يا تور أفضل لاعب في البطولة لاعب من سترة زمرة ضفة إلى اللاعب أمجد هناك تسمى البعيد ديبة النابولي خطا خطا هو مخالف في قرار الحكم حيدر هو ملعب حبانية الصموت نقطة الحكاية الرياضية ملعب عالمي ملعب من طراز رفيع اليوم يحتضن ومع مع كروية كرة من أمام حيدر لكن كل الطرق مغفلة كل الطرق التي تؤدي إلى المرمى أقفلوها بأحكام أنا قلت اليوم لا شك أنه يوم مختلف يوم عالمي وقبل كرة حيدر كل الجماهير متسامرة منتظرة خالد بالتصويب صفرة الحكم هدوا يقلوا هدي يا متحدي أنا صاحب القرار الأول والأخير ياسين ياسين كرة محمد علاوي على الشواناوي يا محمد كرة تدخلت صفرة الحكم محمد علاوي يناقش اللاعبين يقول صحة اللاعبين وسلامة اللاعبين أهم من كل شيء كل التبع تأكيد قلت حضر معنا الشيخ هيبة الحلبوس الشيخ خليني أقول لك شيء شيخ خليني أقول لك شيء يلي جمالك سومر نظرات عينك بابلية شيخ السلف وأهل السلف يروحون فدوى رسمة عيونك شيخ أنت كقطعة أثرية كل ما مر الزمن عليك صرت أجمل وأجمل أنا قلت عليك أنا قلت عليك شيخ أنت تاج للرأس والطيبة عنوان أنت اسمك بالنجم مرفوع اسمك ونعم من كلمة الأجاويت نعم أنت كلمة الأجاويت شكر خاص لحضورك المتابعة في المباراة أسعدت على خادمكم أحمد جدو أنجوت من بغداد لكي أصف هذه الأجواء الجميلة جدا سأعود إلى بغداد وأقول أن الانبار بخير الانبار تنعم بأسوار الطير فسلام على هضبات العراق والشطي والجرف والمنحنى على هضبات العراق والشطي والجرف والمنحنى أو ترى يا يونس محمود أو ترى يا صفاح الكرة العراقية لطالما قلت عليك لطالما قلت عليك أنت يوم ما كان العراقي يعاني الجراح يوم ما كان العراقي يعاني الأمرين وحتى العراق وابتسم العراق برأسيتك عادت يا رب لكن مرت استجالت هنا الأمور استجالت هنا الأمور قلت خالد محمد صفار هذا المانع لمتابعة المباراة وكذلك سامر سعيد صراحة أنا سعيد يا سامر سعيد بحضورك لمتابعة المباراة القصير سامر سعيد المكير سامر سعيد بكل
بالتاكيد سمر سعيد اسير القامه كبير المقام كبرك ابو عيسى كره بالراس بالراس يا ناس قد التحضر معنا ابو عيسى رئيس شركة النمر لمتابعة المباراة. يلا حيدر حيدر بركة لا ننسى حضور معنا بكل تأكيد الكابتن هادي صالح قمر الماركة النمبر 1 في النشاط الرياضي. كرة من أجمل ما يكون شرارة في الميدان من أحلى ما يكون وسع الكورة أنا كل توتنهام الإنجليزي بديل بداية انفجارية بانتظار تعود الكرة ممكن بالراس بابا 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 الأجواء جميلة جدا الأجواء جميلة جدا بديل النابولي الكرة بتعود عادت من هناك إلى الكتيبة البيضاء أنا الأبيض إذا غاري تلون عادت على الجهة اليسرى محاولة مستمرة الله الله أمانة يا ليل طول أمانة يا ليل طول يا بوحي بوحي كنا نحبك يا بوحي عادت يا رب لكن مرت الكرة الماضية تعود مرة أخرى لحارس المرمى ما فيش حد سمحت ما فيش حد سمحت العبرة بالخواتيم نعم وفي الختام عبرة في يد الأجواء الجميلة بكل تبع تأكيد ذو الأذنين دور الأبطال كرة الرجال ديما الأنبار فيها رسالة رواية حيدر حيدر كرة ولا اسرعوا يا جوش أنا وعدت إعلاميين صحفيين بكل تبع تأكيد حاضرين لمتابعة المباراة قدم الكرة لكن وين مرت مرور الكرام خارج الديار بكل تبع تأكيد تحية لكل المصورين أنا أقول لكل مصور صور وخليك مرتك تنور هذه الأجواء الجميلة جدا عادت مشتعلة هنا الأمور قمة الصراع والاتزان في وسط الميدان لا يهدأ الحال لا يهدأ يا خالد عادت على الجهة اليسرى كن جندي في جيش الأسود يا أنس يا أنس لا تكن قائدا على جيش النعام كرب تعود بكل تبع تأكيد ماركات من أعلى التراس حاضرة بأرضية الميدان أداء ياسين متعة العين يوضع متعة العين وسع كرة لكن خطأ صافرة علي صافرة سلطان صافرة في الأنبار علي هادي أحكم بأحكامك يا علي منير فلاح طعم النجاح هو القديس هو الأخطبوط هو منع هو يعولون عليه الأماكن الأمان ضحك حذار من الأبناء بابا 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 سرعة السيناريو يا خالد بكل تبع تأكيد صافي هدي 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 يا موت هدي جمال واحد يا ياسين حضر معنا البهاك يضم لمتابعة المباراة بكل تبع تأكيد ماركة رياضية والكابتن فالح منيف كرة بتعود ولات قائمة مستمرة كل طبع تأكيد كرة كل طبع تأكيد حضر اليوم يتابع المباراة الماركة المحبوبة جدا المادة المشهداني رئيس الرياضة بالأنبار بكل تبع التأكيد ماركة من على التراس من أعلى التراس تتابع المباراة بكل تبع التأكيد شكر خاص لحضورك لمتابعة المباراة بكل تبع التأكيد مشاهدينا نقل أجل المباراة حتى الآن 0-0 قمة لم تبح بالأسرع كل تبع
بالتاكيد اكرم العبودي مدير الناحيه الاستاذ اكرم العبودي حاضر معنا لمتابعه اقوى مباريات خيريه. هذه كره التصوير لكن كره بوحي بحائط السد البشري كل طبع تاكيد. هذا معنا اليوم الاستاذ المحبوب جدا الاستاذ محمد الغريب. يا سلام يا سلام مقطوع الكره يا عيني طريق المرتدة طريق الكونتر الترك. قلت رئيس اللجنه الماليه محمد الغركان حضر معنا لمتابعه المباراه. الشيخ الغاز اللي حضرك لمتابعه المباراه حق لك اطيب التحايا كل التقدير. ملعوبه الكوره الى رميه تماس اي رميه جانبيه كره بتعود بعد ذلك. الى وسط الميدان كمة الصراح كمة الصراح في وسط الميدان في يد الرهان. الكرة بتوضع في محاولة مستمرة وسط الميدان. يا سلام يا سلام كمة الصراح نزلت في مكان. لابد من ذلك لابد من هدف لابد من هدف قوي جدا. عدت الكرة عدت بالراس مرت لا زالت لا زالت يا رباه يا رباه لكنها عدت. الله اجواء جميلة جدا اجواء جميلة جدا. دوري الابطال دوري الرجال دوري ابطال اوروبا بمسمى الانبار الاذني اليوم محتارة بين رجلين بين بطلين بأرضية الميدان. كرة بتعود تعليمات الكابتن عمر العموري مستمر عمر العموري بكل تأكيد داهية تدريبية داهية تدريبية وحتى من المدربين يعتبرون حاسود للألقاب بكل تأكيد هو النمبر وان هو السبيشال وان هو المترجم هو الأملاك هو الفيلسوف. نعم فيلسوف الكرة الأنبارية اليوم عازم على لقب وانتصار. محاولة قائمة مستمرة وسط الميدان محاولة المرور الله الله الأوتة إلى الخلف من أجل بناء الهجمات من الخلف. كل طبعا تأكيد يقول ميكاليلي خير طريق لاستعادة الكرة بعد خسارتها هي حب الفريق حب الفريق. يا سادة صافية هدوا يا شباب لا نريد إشعال التحدي. كل طبعا تأكيد رئيس الاتحاد كرة القدم في الأنبار عماد ياسين حاضر معنا لمتابعة المباراة بكل طبعا تأكيد. شخصيات شخصيات من طراز عملاق من سماء بلد العراق من سماء العراق ومن سقف العراق تحضر تتابع المباراة. وأبو بكر رئيس اللجنة الأمنية ومستوى الأنبار الكرة التصوير
اول لك كامل الاوصاف، كامل الاوصاف من ارض المدن. ولا قمه الرجال اشتعال الجماهير، اشتعال الجماهير مع هذا الهدف. يا كرام يا كرام يا كرام، اجواء الرجال ولا غير الرجال، اجواء الاسود ولا غير الاسود. خلفك نمضي صباحا مساء، قلعة الحب الحب انت، قلعة الحرب الحرب انت. اليوم الاجواء الجميلة جدا، انا قلت الشمس في بلدي اجمل من سواها، هكذا هي شمس وادي الانتصارين، انتصار بلغة السواتر واخر بمعنى الرياضة. اليوم انا على قنديل السياب الذي يابى النفون، ساقول العراق جميل، ساقول اذا عاش العراق عاش السلام، عاشت الانبار عاشت الحضانية الجميلة جدا. المنطقة السياحية، المنطقة الحضارية، المنطقة التي صمدت، المنطقة التي انا قلت عليها كقطعة اثرية كل مر الزمن عليها صارت اجمل واجمل، الحضانية الجميلة جدا. وسلام على كل اهالي الحضانية الذين ينثرون الورود من قلوبهم البيضاء الجميلة جدا. اسعدت انا خادمكم، جئت من بغداد لكي اصف هذا الحدث الرياضي الجميل جدا. حيث عادت يا سام السعيد، والله اجواء سعيدة جدا. حيث عادت يا سفاح، حيث عادت يا من عشنا معك ايام لا تتكرر في الكرة العراقية. حيث عادت يا اسطورة كرة القدم. هذا من اتعب حراس المرمى، هذا من اتعب المدافعين. يونس محمود حاضر معنا، سفاح وذباح، سفاح الكرة العراقية وسامر سعيد اللاعب التولي، كذلك من سجل على ايران كنت بالتأكيد كابتن محمد صبير، كابتن بها كظم عمر. لديكم لا خوف عليكم، تعود كرة من بعيد مختار، تعود والتريد لو ارتدتها والتريد لكم فرتاك. أي مباراة جميلة جدا، تعود يا مر استالت كرة عمر عمر عمر. العمر راح، عمر اوائل العمر راح، انت متى ستداوي الجراح؟ امل الاموري هلا صابوا، لكن قد يعودون، لا بد من ذلك، لا بد لا بد. حرص الدخول، حرص حرص، صدقوني حرص. ايها اجواء، ايها كرات، يا اهداف عالميه، اجواء جنون المستديرة المدورة، صفيرة الحكم، نعم صفيرة الحكم، هيبة الحلبوسي شيخ بكل طبع تأكيد. أنا قلت عليك هلا يل تارس مجانع، هلا يل محد يعوض مجانع، هلا يل تارس عيون الناس بحنانع. شيخ السلف وعلي السلف يرحون، فدوى رسمة عينك، فدوى رسمة عينك. شيخ التبين كدك، هاي الناس صدقني كلها تحبك، صدقني كلها تحبك. يضيل ابوك بملعب لان ما تنفسهم كرة القدم، سعادتهم كرة القدم. يعولون عليك، انت ستكون ابتسامتهم ان شاء الله يا استاذ، انت ستكون سعادتهم ان شاء الله يا استاذ. صدقني ان اتيت لهم بملعب وانشأت لهم ملعب لن ينسون هذا الفضل، سيكون معك في قادم السنين وفي كل السنين نحن معك ان شاء الله. وفقك الله يا استاذ، لكن هذا الجمهور كله يتمنى، كله بدقات القلوب، كله يدعو الرب، ومن بعد الرب يطالبوك، طلبوك بملعب، ملعب حي العمال. بكل طبع التأكيد يا استاذ، عادت عادت لا يزالون يقاتلون. الكرة مرة أخرى على الجهة اليسرى، مرت في مكان في مكان، لكن الخطأ قطع بالتأكيد. آهن على الإصابات يا مروان عيد، آهن على السنين، آهن على الأيام. الكرة عادت على أجواء جميلة جدا. قلت
حضر معنا الاستاذ احمد عبد الدايح رئيس نادي حبانية الصموطي. شكرا لحضورك لما تابعت المباراة. الان الكرة القادمة بخطة بالتأكيد تكون مطالبة من ساتيات. يقول حكم الميدان عفوية. حضر معنا اكيد ستار عاية خطة بالتأكيد الانسان المحترم القيد ستار عايد الكرة بتاعود حفاظ الكرة. الان محاولة مستمرة كرة في مكان تقطع ثم تعود. صدقوني اجواء قد لا تتكرر في كرة القدم. اجواء قد لا تتكرر في كرة القدم. عيد الكرة من هناك الى الكتيبة البيضاء مضيه الابيض. اقد رمى المنديل اقد رفعتم راية الاستسلام يا كتيبة عمر. قوم من سباتك يا عمر قوم عدل او تارك. الله لو عاطي عمر لكي يقول نحن نمرض لا نموت ابدا. نحن نمرض لا نموت ابدا. اصدقائي المتابعين سيصل لكم ملخص كامل عدد المباراة من المصورين المبدعين بكل طبع تأكيد من على قناة الأنبار. شكر لكل الصحفيين والإعلاميين لكل كادر قناة الأنبار الحاضر معنا لمتابعة المباراة وتوثيق المباراة باللقطات التذكارية. قناة الأنبار كانت دائما جميلة معطيات تعمل من أجل سلامة الأنبار وتعمل من أجل نقل الأخبار الطيبة عن العراق. حفظكم الله ووفقكم الله ان شاء الله لخدمة الاعلام العراقي. الكرة بتعود ندخل الرمق الاخير. بدأ الكأس يعلن بريقه ذي الاذنين ونقترب من صافات ختام العملاق علي. عادت مقطوع الكرة بتعود هناك الكرة بتعود عادت الثاني لكن مرت. قلت الحكم الرابع الكابتن محمد احمد بقطع التأكيد. حكم شاب قصير القامة كبير المقامة والله كبير المقامة. تعال وسع الكورة يتعلق يرد يسد الحارس الكبير من رأسيته خالد. الله على خالد الله على الأميرة خالد. عادت نابولي لا يموت نابولي لا يموت نابولي لا يموت. مرت كرة بتاعت لله كتيبة النابولية إلى النابولي. ندخل الرمق الأخير يا النابولي. ازدادت دقات القلوب ازدادت دقات القلوب. عادت عادت متى سيعود النابولي. نعيش اللحظات الأخيرة يا النابولي. يقولون الخواتيم عبره الخواتيم عبره والعبره بالخواتيم العبره بالخواتيم. مرتدة رب شن 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 ولعت ولعت الكره الماضيه ضاعت. الله الله ثلاث دقائق 180 ثانية بعمر الإنسان لا تعني شيء. بعمر الشعوب لا تعني شيء. بعمر المباريات هي شيء. بعمر اللاعبين هي أشياء. الكرة بتعود الآن قليلا من الأمل وبسيصا من الأمل. النابولي نعم الوقت قاعد يمر. انتهى الوقت الأصلي والطبيعي. نعيش 180 ثانية. الثواني تمر وكتيبة عمر تعاني. الوضعية مرة يا عمر الوضعية مرة يا عمر. اللقب قريب من كتيبة الفهداوي الفهداوي. اليوم يلاوي ويقاوي الفهداوي. اليوم أمرك يا سيدي أمرك أمرك يا سيدي الفهداوي. مهند أنت حاكم الزمان لقبتك سلطان. تعود لكتيبة النابولي أنا بلا كورة أحمد كرة في مكان كرة بلال مرت بعيدة يا بلال. يا سادة يا سادة الآن
كتيبة عمر بدأت تلعب الجمل محمد. ليس لديهم شيئا ليخسروه، ليس لديهم شيئا ليخسروه. عادت عادت يا رب كرة في مكان، ضاعت ضاعت. إذن الأمل موجود، إذن الأمل موجود. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس، لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. يقول ميكاليلي أحد علماء كرة القدم: خير وسيلة لاسترجاع الكرة بعد فقدانها حب الفريق، حب الشعار، حب الكرة. الكرة عادت على الجهة اليسرى. لابد أن نشكر كل الحاضرين. البطولة تقيمت بمسمى الشهيد عمر رحمه الله وأسكنه فسيح جناته إن شاء الله. عمر أنت باقي وعالق في قلبنا، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته إن شاء الله. الكرة بتعود الصافرة الآن. آخر ثواني، آخر ثواني. النابولي بيزداد دقات القلوب، دقات القلوب. تنبض بإيقاع شاهق كالمنارة، لقاء بمعنى إلقاء القبض على الصدارة. إنها المدورة، فاطنة الجماهير في كل مرة، فاطنة الجماهير في كل مرة. اليوم على قنديل السياب، نكرر ما قاله السياب في الأنبار، نقول لك الحمد مهما استطال العذاب ومهما اشتد الألم. هكذا تقول الأنبار: لك الحمد مهما استطال العذاب ومهما اشتد الألم، مهما اشتد الألم. الأنبار جميلة جدا والله. أتعبت سياط الجلادين ولم تتعب، أتعبت سياط الجلادين ولم تتعب. الأنبار كالأسد تمرض لن تموت أبدا، تعود تنبض بكل شيء جميل جدا. الأنبار بخير، العراق بخير، والله بخير، بخير عادت. لكن مرت الكرة الماضية، رمي التماس قد تكون الأخيرة. عين الصور أريد كاميرتك تنور. عادت عادت عادت، لكن مرت. لكن إلى هنا ونطق صافرة الختام. مبروك مبروك مبروك، ألف مبروك إلى الفريق الفائز. هارد لك أبوفر. إلى الفريق الخاسر تقبلوا تحياتي معلقا وواصفا، كنت معكم خادمكم أحمد جدو. والله الخاسر أبدع، والله الفائز أبدع. لو يد خاسر كلكم أبدعتم، كلكم أمتعتم. أجواء جميلة جدا، لا يسعني سوى أن أشكر كل الجمهور، كل الجمهور. شكرا جزيلا، أنتم صناع المتعة، أنتم صناع الإثارة، فشكرا جزيلا. ونختم اللقاء بتصفيق بحرارة، أتمنى من جميع التصفيق للاعبين. علي الله ما يصفق شباب، الكل يصفق للاعبين. الأستاذ أكرم عبود عواد مدير ناحية الحبانية. ونائب رئيس الاتحاد الفرعي في محافظة الأنبار. سفاح آسيا الكابتن يونس محمود. شوية حبيبي. استاذ هيبة تفضل وياهم. رئيس شوية رئيس. اللاعب الدولي السابق الكابتن سامر سعيد. حبيبي شوية بس شوية. الكابتن شاكر شكر. العقيد ستار عايد مطلق. كابتن. المقدم زياد خلف فرح آمر مركز شرطة الحبانية. الأستاذ فريد هلال شيحان. مجال. الأستاذ محمد نجم سرحان نائب رئيس لجنة الشباب ورياضة حي العمال. الأستاذ نبيل جاسم أبو لارا.
شكرا للاستاذ اكرم عبود عوض. الاستاذ حسين محمد مدير مكتب قناه الانبار فرع قضاء الحبانيه. الاستاذ نجيب حمد مخلف مدير مدرسه عبد الرحمن الناصر. الكابتن عبد المجيد عبد المجيد. شكرا للاستاذ محمد غرقان هايس. انا ابو جي جي استنوا الحكم احمد خلف طلال. الحكم الاتحادي أسامة رحيم سليمان. الحكم محمد أحمد جبير. الحكم محمد طالب فتاح. شكرا للكابتن يونس محمود. هداف البطولة. أفضل لاعب في البطولة الكابتن أمجد سماح. لا يا ولد. ولد موبايلك أنت يا ولد أبو اللي شباب بس شوي ارجعوا يا شباب الله يخليكم. خالد جماعتك منه عماد عماد شكرا للاستاذ اكرم عبود. يتقدم الشيخ خالد. خالد والاكل لا تقول خالد دزت الكاميرا يا ولد. ولد يا معود ما بخلي العالم يصور الانبار والاراضي والاكل لا تقول يا ولد خالد دزت الكاميرا يا ولد. الفائز مركز الاول استلم جائزة بطل هذه البطولة. مبروك الف مبروك لبطل هذه البطولة. يلا سويها على اثنين على اثنين سويها على اثنين.